تحية برضه الحاج سيد ابو عيد والنار الحاج سيد ابو عيد. تحية برضه سيد ابو عيد. تحية غني برضه العشانه. بس الحاج سيد ابو عيده وائل باشا ابو عيده وفرحان وبطل الجمهوريه. فرحان بطل الجمهوريه. والحاج الاستاذ مرويش وبنحيي الحاج السيد ابو عيده على الدريس. والتنطرية بنحيي الحاج السيد ابو عيده والتنطرية. احمد ده فرحانه بيحييك مره من مره.
الفندق معلم احمد جامع البتران، بيحيي الاستاذ احمد علي شاهين معلم احمد جامع البتران، بيحييك يا باشا وبيقول لك الله يبارك له. Thank you.
بارك لك الله. Hey!
يضرب له واحده كل الصدر. بنحيي برضه السيادة المستشار كل عرانده بنحييهم لبس يصب عليه. ونقول له برضه عشان الشبح، ونقول للشبح مفيش عشان مفيش الله. الشيخ سعود بيحييك حاج ناصر وبيحييك حاج جمعة وباشا. لسه يصبح برضه والمعلم اسلام البطال اللي بيحيي الشيخ سعود يعني الاكوان وشعب الاكوان اللي بنقول معانا والشيخ سعود ونقول له برضه عشانه وابو باشا ونقول له برضه بابا وحمد ناصر ابو باشا. الشيخ سعود بيحييك حمد ناصر عشان مفيش What?
الله قلت له الله يبارك لك يا باشا. بعد اذن الناس اللي واقفه ترجع ورا. تحيه كمان بيبي حقيقي تجميله. كمان بيبي ربي حقيقي وكل الحراب من ورا. والحاج كمان مندي في غياب محترم. وصفت الحبيب كمان مندي. وبيحييك حقيقي ابو ياسين. حاج كمان مندي. وصفت الوليد. وحش الملوخية معانا النادي الشباب الحقيقة ونقول لنرد العصابة كده كده يابا. ما حدش يخش الصف بقى المكان فاضي واسع اهو. تحية برضه للشيخ محمد الصبحي. طب مش هنشتغل الا لما الكل يرجع ورا خالص. بناء على الساعة 2 مش هنشتغل الا لما الكل يرجع ورا خالص. نوسع المكان ونروق بعد اذن الناس اللي واقفة. الجنين التنطوية بيحيي الشيخ محمد الصباح في غياب وحضوره. وبنحيي البطل كريم خطاب. وجنين المدرسة ومحل المتحف. بنحيي محل المتحف البطار. تحيي الباشا حسن الهراوي. بيحيي الشيخ محمد الصباح والباشا كريم خطاب. والعمدة كرم الشراوي. تذكر عمدة كرم الشراوي. والعمدة احمد منصور. والشيخ من اجل بيحيي الشيخ محمد الصباح في غيابه وحضوره. والباشا حطاش حطاش بيحيي الشيخ محمد الصباح. ايوه محمد وحزيزه. Thank you.
الشيخ محمد الصباح في غياب حضوره بعد التحية لكفرصة ايه بعد اذن الناس توسع المكان ده عشان نتمتع خلاص حياة باش كريم خطاب كنا كنا كده عشان تشوفه ونقول لجلد بوي والشيخ محمد الصباح والمدرسة ونقول لنرمج عشانه وكل الاكويت وشباب الاكويت والشيخ سعود اللي بنقرا كده طلاب الحقيقه ويقول للشيخ محمد الصباح تحيه لوسف المساعيد الحال تحيه لوسف الحاج محمد مسعود دكتور احمد مسعود تحيه الشيخ محمد الصباح والباشا كريم خطاب ونقول لبطل المدرسه بنحييه علي مدحت ونقول لبطل المساحيين بنحييه بنور العرايبه وبنحيي الشيخ محمد الصباح والباشا سيد الارضيه والكابتن محمود سيد الارضيه وكريم بن خطار وكل الناس اللي ورا الناس عايزه تتفرج اقسم بالله لما صلى على النبي حد مصطفى درويش حد سيد درويش اركب لحظه تحيه برضه العشائر الطنطاويه بنقول لحد مصطفى درويش والحد سيد درويش مصطفى درويش والحاج سيد درويش وربنا يبارك لهم والعرايده والعرايده بتحيي الحاج سيد درويش والحاج مصطفى درويش وربنا يبارك للمدرسه ونقول لبرنا عشان ابن درويش ونقول للمدرسه اللهم صل على النبي اهو وكلنا بدر واحد بعد اذن الناس اللي واقفه نرجع ورا الاماكن الكراسي كلها فاضيه ورا والله الكراسي فاضيه اهي مش هنشتغل لما كل نطلع بره الناس اللي واقفه الكراسي كلها فاضيه والله الكراسي كلها فاضيه سندباد يا علاء
تحية غالية برضه المعلم مصر يا صب عليه علم نادي الشعب الحقيقي.
ونحصل منافية ونقول الحاج صار بركات ونقول له برضه عشانه. ¡Suscríbete!
باشا علي برافو ريس المنور علي باشا ابو ابراهيم الغالي كل الدعوره بتاع كل الدعوره كل الدعوره اللهم صل على النبي تحية برضو لعدنان الصباح والشيخ محمد الصباح وبيحيي الشيخ صلاح الخالد بيحييك يا شيخ صلاح الفرشة فريد خطاب حي الشيخ محمد